اكيد. كمان النهارده عايزين نعرفكم ان في ندوه مهمه جدا للفنان الكبير محمد صبحي في النادي الاهلي، وبطبيعه الحال يعني ما عندناش ذره شك ان الندوه دي هتشهد اقبال منقطع النظير. بنشكر طبعا الاداره التنفيذيه واللجان المختلفه واللجنه العليا للجان اللي الحقيقه دايما بيسعوا جاهدين بتقديم كل ما هو مفيد لاعضاء الجمعيه العموميه ويعني والاعضاء النادي في مختلف الخدمات ومختلف الانشطه بما يليق كمان مع اسم النادي الاهلي، فكل الشكر ليهم. بص احنا دايما بنبقى محتاجين مزيد من التفاصيل، ويعني خلينا نروح بقى للمهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي عشان كمان يطلعنا على مزيد من التفاصيل. يا باشمهندس صباح الهنا، صباح الفل عليك. صباح الخير يا حنان، وطبعا مصبح عليك اقول لك كل سنه طيبه. ميرسي جدا، تسلم لي. كله معايدك طبعا، بصبح على كريم وبقول له وحشتني بقالي كتير ما شفتكش في الجيم عشان العضلات. والله ليك وحشه كبيره يا استاذ وليد، وعاش بنسمع صوتك وعقبال ما نشوفك كده عن قريب ان شاء الله. سعداء بوجودك معانا النهارده جدا، وطبعا لازم نقول لك مليون تحيه ومليون شكر وكل التقدير لحضرتك ولكل القائمين على اللجنه العليا للجان واللجان المنبثقه منها. الحقيقه كنا لسه بنتكلم انا ونهاوند، اكيد حضرتك متابع معانا، ان بنقول ان انتوا الحقيقه مش سايبين اي تفصيله لا صغيره ولا كبيره على كل الاصعده ولكل الفئات العمريه بما هو مفيد للاعضاء، شيء رائع كالعاده. والله يا كريم احنا بنشتغل في النادي الاهلي، وانت يعني ونهاوند اكثر اثنين متابعين ودايما بتتكلموا على ده. النادي الاهلي يعني دايما في الرياده ولازم يبقى مختلف ولازم يقدم دايما الحاجه اللي الناس الثانيه يعني زي ما تقول بيتبعوه فيها يعني او بيقلدوه فيها، فاحنا دايما عايزين نعمل الحاجه الكويسه والحاجه الطب. وعندنا ما شاء الله يعني الشكر ده لازم يروح لناس كتير قوي موجوده في المنظومه، ساعات بتبقى فكره عملت ضجيج جامد جدا وعملت صدى جامد جدا وطالعه من عضو في اللجنه ممكن تكون الناس مش عارفه ان هو اللي عمل الفكره دي، وما بيبقاش عايز حد يعرف ان هو اللي عمل الفكره دي، لان يعني دي روح النادي الاهلي. وساعات بيجي عضو جمعيه عموميه يقول لنا فكره ويقعد في جنينه يتفرج على تنفيذها معانا. فيعني انا بشكر انا الناس كلها لمنظومه اللجان، وبشكركم انتوا طبعا على الكلام الجميل ده والتقدير ده. يعني احنا يعني لا شكر على واجب، لان احنا بننقل الواقع والحقيقه، والواقع المحترم ده حضراتكم اللي متسببين فيه. وكنا لسه بنقول من شويه اكيد ندوه النهارده هتبقى مليانه بحضور جماهيري. يعني باشمهندس وليد عرفنا اكتر عن ندوه النهارده وتفاصيلها والحضور تقريبا حتى هذه اللحظه هيكون قد ايه، خلينا نعرف اليوم هيمشي ازاي، وكمان لو تطلعنا على الفتره القادمه هتشهد ايه برضو من ضيوف وندوات. اتفضل. طيب انا بس هجيب الموضوع من ورا سنه صغيره كده. احنا زينا زي اي حاجه في الدنيا بناخد فتره راحه سلبيه. هو الصوت مش واضح عندنا يا جماعه، معلش ثواني يا باشمهندس، الصوت عندنا مش واصل كويس. الصوت مش قوي يا باشمهندس وليد، بيقولوا لي انه من عند حضرتك. والله طيب كده كويس؟ كده احسن، كده احسن، اتفضل. طيب احنا يعني زي اي حاجه في النادي او في الرياضه يعني عندنا راحه سلبيه برضه بناخدها في فتره الامتحانات، ان ما فيش بيت ما بيبقاش فيه امتحانات، اولياء امور عندهم امتحانات، واعضاء اللجان اغلبهم بيبقى اولادهم عندهم امتحانات، فاخدنا تقريبا من نص اربعه لغايه نص سته كده راحه، وبعدين عملنا زي خطه ثلاث شهور تتنفذ من اول سبعه لغايه اخر تسعه. الخطه دي طبعا بتبقى شامله كل اللجان، فيها افكار كتير جدا، من ضمن الحاجات بقى اللي كانت متقدمه كانت الندوه بتاعت النهارده. برضه حد من الاعضاء بعلاقاته الشخصيه والفنان محمد صبحي اول ما سمع رحب طبعا بتواجد في النادي الاهلي، وكانت بالنسبه له يعني ما خدتش دقيقه، وحتى هو عزم مجموعه من اللجان حضرت المسرحيه بتاعته في مدينه اسطنبول الفنيه، وكانوا طبعا راجعين منبهرين. انا للاسف ظروفي ما سمحتش ان انا اروح. هو النهارده هيتكلم على دور الفن ودور المراه تحديدا في الاسره المصريه، ودورها في الفن في التأثير على المجتمع، ودورها في البيت كمان. هو الراجل طبعا قيمة وقامة وعنده من الثقافة انه يسرينا في هذا المجال، ان شاء الله نحاول ناخد منه زي انترفيو صغير كده مع قناة النادي يتكلم فيها عن النادي الاهلي ان شاء الله قبل الايفنت. كويس جدا. طب بالنسبه لفرع التجمع الخامس طبعا يعني، وده احدث فرع لينا في النادي الاهلي، ان شاء الله مزيد من يعني الافتتاحات، ولكن خلينا نعرف برضو الندوات هناك والانشطه في الفتره القادمه ليه طبعا الاعضاء بفرع التجمع تحديدا. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. بص يا نهاوند، هو احنا فرع التجمع تحديدا احنا كنا كاتبين في اللائحه
ان تشكيل اللجان الفرعيه الخاصه بفرع التجمع هتكون بعد 6 شهور او في خلال 6 شهور من افتتاح الفرع. ده ليه؟ ده عشان يكون في شفافيه في اختيار الناس شويه، ندي نفسنا مساحه من الوقت ان احنا نعمل هناك فعاليات الاول، ونبتدي نقعد مع الناس ونشوف الناس، وبعدين نعمل اعلان ونقعد نقابل ناس زي ما عملنا بالضبط في تشكيل اللجان الاخرى، ونختار اللجان اللي هتكون مخصصه او يعني يتم تشريفهم وتكليفهم بخدمه الاعضاء في التجمع. احنا عاملين حسابنا ان احنا على اول 9 ان شاء الله هنعمل حفله في التجمع ان شاء الله بعد موافقه مجلس اداره طبعا، وهنعمل حاجه هناك فعاليه ثانيه كده كبيره شويه، هتبقى اللجان كلها متواجده في الفتره دي، فيهم فعاليه هتبقى ممتده لمده اسبوع مثلا. هنقعد هناك ونقعد مع الناس وكده، وبعدين ننزل نعمل اعلان نقول للناس اللي حابه تبقى اعضاء لجان وتشارك في العمل المجتمعي وخدمه النادي الاهلي تطوعيا تقدم فيه، وهنقابل الناس كلها ونختار اللجان، وتبتدي تنطلق وتشتغل بنفس المفهوم اللي بتشتغل بيه لجان النادي الفرعيه الاخرى في الفروع الثانيه. رائع جدا. طب انا عندي سؤال، وانا وكريم اصلا يعني كنا بنتكلم في النقطه دي قبل الهوا لما كنا بنجهز يعني السكريبت، ليه حضرتك ما بقالك فتره طويله ما نورتناش في 10 الصبح في الاهلي؟ يعني حابين تكون متواجد معانا ونتكلم بقى في كل الملفات بالتفصيل، لان في ملفات كتيره جدا تهم طبعا الساده المشاهدين والاعضاء، ونتكلم عن اللي فات ونتكلم كمان عن اللي جاي في الافرع المختلفه واللجنه وغيره، فيا ريت نعمل ده قريب يعني يا باشمهندس. نعمل طبعا، يعني انا تحت امركم، وانا بحب طبعا ابقى موجود معاكم انت ونهاوند، انت وكريم سوري نهاوند يعني ده. وانا بس في حاجه عايز اقولها، انا ما اعرفش انتوا اتفرجتوا امبارح على الكليب اللي عمله الولاد ذوي الهمم مع في مطرب اسمه سمسم، عملوا حاجه كده للنادي الاهلي، وكانوا عملوا اغنيه لعيد الام قبل كده، حاجه رائعه يعني، وعملت مجهود يعني لجنه ذوي الهمم بصراحه يعني صحيح. شويه بيسترونا بحاجه من مسرحيه لورش الاغنيه دي، انا مش عارف هي موجوده طبعا الماتيريال بتاعتها في القناه، وانا عايز تتفرجوا عليها لو موجوده يا ريت يا جماعه نعرضها فعلا. تمام طيب، انا وانا طبعا يشرفني ان اكون موجود معاكم في اي وقت، وان شاء الله نتقابل على خير ان شاء الله يا باشمهندس. تنورنا وتشرفنا مره ثانيه، كل التحيه والتقدير لمجهودات حضرتك ولمجهودات كل المسؤولين عن اللجان المختلفه في النادي الاهلي، والحقيقه حاجه عظيمة جدا ومشرفة جدا فكرة ان النادي الاهلي مش محتاجين نتكلم عن ثقله رياضيا، يعني احنا في غنى كلنا عن هذا الامر، لكن لما نلاقي ان كمان الخدمات اللي بتتقدم لاعضاء النادي الاهلي في كل الفروع بتراعي كل كبيرة وصغيرة لكل الاعضاء ابتداء من اصغر سن الى اكبره على الاطلاق، فدي حاجة محترمة جدا تليق فعلا باحترام كيان النادي الاهلي. خلينا نشوف الكليب اللي كان باشمهندس وليد، احنا كل حاجة عندنا جاهزة، خلينا نعرضه ونرجع نعلق. صنع التاريخ شيء مش بسيط ولا بالسهولة، والمجد بيجي من بطولة ورا بطولة، ومعاك يا أهلي راس عالية تملي فوق، فوق الجميع يا أهلي في اللعب بطولة، روح الفانيلا الحمراء بتهد الحجر، والدنيا شهداء بين الأهلي من حضر، لعب بحماس ولعب على آخر دقيقة، والقضية ممكن من الأهلي دايما خطر، أهم 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 الشياطين الحم، والتالتة شمال بتهز جبال وتقيد الدنيا غم، أهم 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 الشياطين الحم، جمهور حماية وتملي معاه مع حب الأهلي أم، نادي المبادئ والقيم فارق كتير، أفريقيا عارفة كلها مين الكبير، ده نادي القرن من بقى يقدر عشان كده جمهوره بيشيله في عينيه، هم 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 الشياطين الحم، التالتة شمال بتهز جبال وتقيد الدنيا جم، هم 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 الشياطين الحم، جمهور حماه وتملي معاه حب الاهلي صنع
التاريخ شيء مش بسيط ولا بالسهولة، والمجد يجي من بطولة ورا بطولة، ومعاك يا أهلي راس عالية تملي فوق، فوق الجميع يا أهلي في اللعب ببطولة، روح الفانيلا الحمرا بتهز الحجر، والدنيا شهدة بإن الأهلي بمن حضر، لعب بحماس ومعلم الآخر دقيقة، والقضية ممكن ما الأهلي دايما خطر.